يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل القنوات المصرية من أحلى مكان في الدنيا، مش من أحلى مكان في مصر بس، من أحلى مكان في الدنيا كلها، مدينة العالمين الجديدة. ومعانا دلوقتي واحد من أحلى وأجمل نجوم مصر والوطن العربي ونجم حفل مهرجان العالمين الجديدة، حفل الختام 2024. ويجز، يا ويجز، مساء الورد والرضا والفل والجمال عليك حبيبي قلبي. مساء الجمال، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي العسل، واتمنى انت كمان بخير. ربنا يعزك يا رب ويحفظك. معرفش يا ويجز واصل لك كم الانتظار اللي الناس فيه واللي الشباب فيه ومنتظرين ازاي حفله ويجز يوم الجمعه اللي جايه. واصل لك الكلام ده ولا لا؟ والله انا نفسي مستني حفله ويجز يوم الجمعه. انا مش عايز اقول لك مفيش مخلوق الواحد يعرفه الا لما بيكلمنا عشان الحفله دي، ده من ساعه لما اعلنا عنها يعني. والله حاجة بجد تبسطني جدا جدا. ربنا يا رب. كمان انا متحمس جدا، ان شاء الله بجد تبقى حفلة حلوة والناس كلها تبسط يعني. ان شاء الله يا رب. بعد يعني يمكن تقريبا ويجز، انت اخر حفلة عملتها في مصر كانت حفلة مهرجان العالمين السنة اللي فاتت، وتقريبا بعد مرور سنة دي اول حفلة تعملها في مصر. انت شايف الحفلة دي ازاي؟ وشايف جمهورك مستنيك ازاي في الحفلة دي؟ بصراحة بقى، أنا هضيف لمعلوماتك دي كمان هتبقى آخر حفلة نعملها قبل ما ننزل الألبوم. إن شاء بس الله. بصراحة طاقة العالمين مختلفة، وطول عمري الصراحة حفلة العالمين كل سنة ديت أنا يعني بتجدد لي طاقتي وبس بقى متحمس قوي إن أنا أشوف الحضور الجماهيري الكبير قوي دوت اللي ما بيحصلش غير عندنا. من الآخر الألبوم هينزل إمتى إن شاء الله؟ بما إنك أنت اختصتنا بالخبر الحصري ده. أديك نص، أديك 50-50. ما هينزل امتى بقى دي المكالمه الجايه. ان شاء الله يا رب. دايما ويجز معودنا الجديد، واكيد الحفله دي في مهرجان العالمين الجديده باول حفله يعملها ويجز من سنه، يبقى اكيد محضر حاجه جديده. محضر ايه لجمهورك في الحفله دي؟ برضو مش عايز احرق المفاجآت، انت كده عايز احرق. يعني ادينا حاجه كده، حاجه من على طرف المعلقه. من على طرف المعلقه. اه. ان شاء الله يبقى في حاجه، ان شاء الله يبقى في حاجه. يعني ممكن يبقى في اغاني يعني بيني جديده في وبينك مش الحفله دي؟ محضر، بيني وبينك مش محضر حاجه، ايوه. بس اكيد عارف الناس يعني نفسها تسمع على الاقل حاجه بسيطه يعني من الشغل الجديد. ايوه. بس فهوبفل يعني ان شاء الله نقدر كده نظبطها. ان شاء الله يا رب. بتشوف مدينه العالمين الجديده ازاي يا ويجز؟ انت راجل اسكندراني اصيل، والعالمين الجديده تعتبر امتداد لاسكندريه وموجوده في الساحل الشمالي. شايف المدينه ازاي بمنتهى الصدق اللي معروف عنك يعني؟ والله انت عارف ان مفيش احلى من ميتنا ومفيش احلى من رملتنا. وبس انا نفسي يعني قاعد مبسوط اهو مع الشباب ومبسوطين في البحر والجو جميل وعايزين نشتغل حفله يوم الجمعه. بس طاقه المكان انت عارف يعني كده كده احنا طول الوقت بنبقى نفسنا نيجي الساحل، نفسنا برضو الساحل يبقى كمان ديستنيشن بقى ايه اكبر من كده بكتير، ويبقى العالمين شغاله في الشتاء والناس ساكنه وكل حاجه يعني تبتدي هنا تاني. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني نوصل للمرحله الجميله ديت ونشوف كل حد هنا ومدينه العالمين بقى تدلع الدنيا كده. ان شاء الله يا رب. ويجز يعني ربنا يحبب فيك خلقه، وانت واحد من الناس اللي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اكتسب شعبية كبيرة جدا جدا جدا، مش بس على مستوى مصر ولكن على مستوى الوطن العربي وحتى على مستوى العالم خلال السنين اللي فاتت. والجميل في الشعبية دي إن هي بمختلف الأذواق ومختلف الأعمار. أنت بتعمل إيه عشان توصل للتوليفة دي، عشان تقدر توصل لإعجاب أذواق كتير وأعمار وفئات عمرية وسنية كتير؟ والله يا حبيبي ده التوفيق الاول من عند ربنا، وزي ما في شغل زي ما برضه بنريح واللي بنحاول نعمله يعني. من الاخر انا في الاول وفي الاخر ما بعملش حاجه غير شويه مزيكا جميله الناس بتعجبها المزيكا ديت وبتحس بيها، وبحاول اوصل اللي انا حاسه واللي غيري حاسه. ايوه. بس ما بعملش اي حاجه يعني، يعني مش بعمل يعني حاجه كبيره يعني. فاهم قصدي؟ كل حاجه ليها علاقه كده بان انا بس بشتغل شويه اريح شويه، هم شويه مزيكا جمال، وزي ما حضرتك فاهم يعني الناس يعني بيعجبها الكلام دوت، وطول ما الناس عاجبها احنا شغالين. استقبلت ازاي بان الحفلة بتاعت ويجز سولد اوت وان التذاكر خلصانة ومن بدري؟
بيشوف ده بيحملك بيني وبينك قول لي يلا. ما اتفاجئتش بس مبسوط بقى. يعني كنت حاسس، بس لما حصلت اكيد اكيد مبسوط طبعا، ومستني كل الناس. مستني كل الناس. لما شفنا حفلة ويجز الأخيرة في ليبيا، وبنشوف أي حفلة الويجز على مستوى العالم، بنشوف ما شاء الله قبول من عند ربنا سبحانه وتعالى الويجز وشعبية طاغية. هل ده بيخليك ويجز طول الوقت تدور على شكل جديد، معاني جديدة، معاني مختلفة، عشان تبقى بتعبر عن الجيل وعن الناس اللي دايما شايفين في ويجز قناة أو أداة لتوصيل اللي جواهم؟ من غير ما ادور، هي ده يعني الحياه مسارها الطبيعي، ان كل واحد يعني بيعدي بحاجات وبعدها بيعدي بحاجات تانية، وزي ما في فترات حلوه وفي فترات وحشه، وكل ده بقى بينعكس في المزيكا. فانت انا بس عايش الدنيا زي ما الناس عايشه الدنيا، واللي يعني اللي حاسه في الفتره ديت بعمله، اوقات بصلح غلطاتي اللي عملتها قبل كده، اوقات بحس ان انا ماشي في تراك صح وفي حاجه معينه عايز اعملها، هي بتيجي كده. بس في الاول وفي الاخر انا بصحى الصبح بحب شغلي جدا، وبحب المزيكا، وبحب ان هي وصلتني لاصحابي وحبايبي اللي انا قاعد بشتغل معاهم دلوقتي وبس. تفتكر ايه اكتر اغنيه جمهورك مستني يسمعها يوم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ ديت بقى احنا عاملين عليها البوت بقى. بس كله بيحب البخت يعني. ايوه. فطبعا طبعا انا بحب البخت يوم الجمعه. اخر اغنيه الويجز نفسك في ايه؟ ونزلت كسرت الدنيا، ويجز بقى نفسه في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي ابقى في الحفله دلوقتي، طالما انا بفتح كده بقى واقف كده وعندي الادرينالين بتاع الطلعه الاولانيه ده. ناس كتيرة ويجز وشباب كتير بيشوفوك مثال للنجاح، لو الناس دي بتسمعك دلوقتي تنصحهم بايه؟ والله انا نفسي مش شايف نفسي يعني مثال للنجاح، لان انا اعرف ناس ناجحه كتير قوي، بس مش شرط تبقى يعني يبقى مشهور او معروف في المجال. أيوه. بتاعنا. بس انا بحس انا ربنا اداني شويه نجاح، ولو في حد عنده حاجه، نصيحتي بس لاي حد يعني بيسمع الكلام دوت، انه لو عندي بوتنشال في حاجه وعندي امل كده معين، حاسس ان انا اشطر من غيري في حاجه، ايوه اكمل فيها بقى واتعلم فيها لغايه الاخر، لان هي ديت ممكن تبقى الحبل يعني. قلت نقطة حلوة قوي في وسط كلامك، انه زي ما بيبقى في ايام حلوة بيبقى في ايام وحشة، ودايما الشباب كتير منهم بيبقى ماشي في سكته، ولما تحصل له حاجة مش ولا بد حاجة مش حلوة، ده ممكن يخليه يبقى دي موتيفيتد، يخليه محبط، يخليه يقفل بقى الدنيا ويطفي مواتير. تقول له ايه في اللحظات اللي شبه كده؟ انا بقى بحس يعني الضغط النفسي دوت والحاجات اللي على مخك ديت، ما تسيبش كل حاجه بقى تاثر عليك، ولازم تعرف بقى ترد على ايه وما تردش على ايه. طبعا انا بقول لك الكلام ده في المداخله التليفونيه، بس انا نفسي بتعصب عادي، انت فاهم. وطبعا اكيد كلنا يعني بنختبر نفس المشاعر، عشان كلنا بني ادمين. صحيح. بس برضو ما تسيبش بقى المشاعر دي تسيطر عليا وتاثر عليا وتاثر على شغلي، لا بالعكس، زي ما في شغل زي ما قلت لك، الاهم من الشغل ان انت كمان تعرف تريح عشان ما تحرقش نفسك، وتبقى يعني مدرك ان هو النجاح ده بقى ما يخليكش طول الوقت بتدور عليه، وما بتدورش على حاجه تانية، وما بتشوفش بقى الجوانب التانية اللي في الحياه اللي ممكن تبقى اكيد احلى والذ يعني بكتير. صحيح. بتعتبر حفله العالمين الجديده وشها حلو عليك، فالها حلو عليك؟ بعتبرها بقى ترياق بقى جميل. الحفله اللي بعملها في السنه بتبقى بالشكل دوت وبالحجم دوت. أيوه. طبعا يعني مش احنا اللي هنقعد نقول، انا اسف بقى مش عايز اتكلم عن نفسي من الاخر، بس اللي هو يعني بجد حضور جماهيري بيبقى رهيب. كل مره بنشوف الناس يعني قد ايه مبسوطه والطاقه بقى فطبعا ده بالنسبه لي بتنفسه، فانا بستنى شهر 8 كل سنه يعني. واحنا مستنيك يا ويجز ان شاء الله يوم الجمعه. واخيرا، ايه الطقوس، ايه الحاجه اللي ويجز بيعملها قبل الحفلات الكبيره زي حفله العالمين الجديده كده؟ تجهيزه يعني وكده؟ يعني ايه الحاجه اللي انت بتحب تعملها قبل حفله كبيره؟ تليفون، بتعمل حاجه، بتقرا ايه، بتقفل التليفون اصلا؟ لو مش انت مش هتكلم. بس الصراحه يوم الحفله يعني يوم الحفله بحاول كده اصحى الصبح ما اعملش اي حاجه غير ان انا افطر وافضل كده ايه بتامل كده، ما احاولش احط اي تاسك عليا، اشيل كل حاجه من اليوم دوت، اعرف الناس ان انا هقفل التليفون كده، ويومها يعني بركز مع نفسي، اقعد اسمع الاغاني شويه في الهيدفونز كده، ما بعملش اللي هو التو ماتش بالاخر. أيوة. بقعد بس كده مريح بالي واعصابي خالص عشان اطلع ابقى هادي ولذيذ طول الوقت، واتفاعل مع الناس، واكون طبعا في مود حلو عشان كمان الحفله كلها تبقى في مود حلو. حبيبي انت طول عمرك جميل ولذيذ، وربنا يا رب يحب فيه خلقه. يا رب انت كلك ذوق. الله
الله يحفظك يا رب ويسعدك، ومستنينك كلنا يوم الجمعة تكسر الدنيا، ومصر كلها مستنياك، وشباب الساحل حبيبي قلبي والعلمين انا مستنيك انت والقاهرة. شخصيا لا ده انا هبقى طبعا موجود اكيد معاك اون ستيج ان شاء الله بإذن الله اكيد يا اليوم ده، غالي وان شاء الله تنور الدنيا وتكسر الدنيا كالمعتاد. وجز شرفتنا ونورتنا، حبيب قلبي زي ومستنينا زي كلنا ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي ماشي يا حبيبي حبيبي، نورت شكرا الدنيا. اول ذوق شكرا ليك يا حبيب قلبي. ويجز واحد من أهم نجوم مصر والوطن العربي، اكتسب شعبية كاسحة وطاغية خلال السنين اللي فاتت. كلنا مستنين يوم الجمعة اللي جاية، ومش عايز أقول لحضراتكم مفيش مخلوق إحنا نعرفه جوه العالمين بره العالمين إلا ما بيسألنا على تذاكر حفلة ويجز يوم الجمعة اللي جاية، اللي طبعا كلها سولد أوت وكلها اتباعت. منتظرين حفلة نارية لختام مهرجان العالمين الجديدة 2024، استنونا إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية.